أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونرحب بكم ويسرنا أن نلتقي بالدكتور محمد ضاوي العصيمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الكويت. ورح يكون الحديث حول أثر الرسالة المحمدية في حياة الأمة. حياك الله يا دكتور، وشكرا لقبولك دعوتنا دكتور. حياكم الله جميعا، وأشكركم على هذه الاستضافة. عند مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام أشرف من وطأت قدماه هذه المعمورة، تجف الصحف وترفع الأقلام، ولكن في هذه الذكرى بداية، ما أثر الرسالة المحمدية على هذه الأمة؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا لا شك ان يعني من المناسب الكلام حول يعني سيره النبي صلى الله عليه وسلم، خاصه في هذه الاوقات التي نعيشها اليوم. وكلنا يعرف اليوم يعني مدى الاساءات المتكرره وحجمها وامتدادها. ترى هذه ليست جديده، هي ممتده منذ ان بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنه. لذلك كل أنواع الإساءة تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت القولية أو الفعلية أو التشكيك، ومع ذلك ثبت هذا الدين وبقي ذكره خير المرسلين. وكل الذين يعني نالوا منه وطعنوا فيه ليس لهم اليوم ذكر، بل إذا ذكروا ذكروا بالسوء، كما يعني عاقبهم الله عز وجل، سواء العقوبة الدنيوية أو أيضا ما جعله الله لهم من العقوبة الأخروية. طبعا لا شك أن من رد المعروف اليوم هو الكلام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الواحد منا أخوي دخيل، يعني لو أن إنسانا يعني كما نقول أسدى إليه معروفا دنيويا، تمنى الواحد أن يعطي عينيه، وتجد لسانه ما يفتر من الثناء عليه في كل مجلس وفي كل مكان، ويمكن يبقى هذا المعروف عالق معاه العمر كله. كيف اليوم بمن معروفة كما نقول ملأ الدنيا يعني جميعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، ليس معروف اليوم منفعة دنيوية ولا مصلحة آنية، إنما هي إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، إخراجهم من الوثنية إلى التوحيد، إخراجهم من الظلمة إلى النور، من الجهل إلى العلم. لا شك أن معروف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة ليس له حصر، والإنسان لو أراد أن يتكلم في آثار هذه الدعوة لا طال بنهاء المقام، واحتاج إلى ساعات وأيام، بل وأكثر من ذلك بكثير. أما بالنسبة لأثر هذه الرسالة على العالم وعلى الإنسانية، لا شك أنها يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أثرها عظيم. ولم ينل الحقيقة يعني خير هذه الرسالة فقط المسلمين، يعني بل الله عز وجل في كتابه يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما نقول رحمة العالمين أي يشمل جميع العالمين، منهم المسلم وغير المسلم، القريب والبعيد، العدو والصديق. إذن هو رحمة لكل الناس عليه الصلاة والسلام. وتجلت هذه الرحمة في تعامله مع الآخرين. يعني اليوم الإنسان بطبيعة البشرية لا يمكن أن يتحمل اليوم الإساءة التي تأتي من الآخرين، على أقل الأحوال أنه يرد الإساءة بمثلها إذا ما كان ينتقل، لأنها الفطرة البشرية. نعم. ولكن عليه الصلاة والسلام رحمة. الموضوع مختلف تماما، يعني احنا نقول اليوم الحد الأدنى هذا اللي عنده أخلاق يرد، احنا نقول الإساءة بمثلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الإساءة بالإحسان، وهذا كانت يعني درجة عظيمة جدا. يعني لم اليوم أضرب لك ربما مثال ونموذج، يعني لما يتمكن اليوم وكما نقول يعني أعداء تحت سيفه وتحت قوته وتحت اليوم قدرته، ومع ذلك فعلوا كل فاعل، كذبوا ونفوه كريم ومع ذلك قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فلما سمع منهم هذه الكلمة قال: يعني ما تظنون أني فاعل بكم يا أهل مكة؟ قالوا يعني كأنك الكريم ابن الكريم، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل لما أسيء في حقه، لما عليه الصلاة والسلام رمي وهجر وكان يضرب بالحجارة، الله عز وجل سخر لهم ملك الجبال، قال: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، فقال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هذه حقيقة هي الرحمة التي كانت تتجلى في يعني في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، الشفقة التي كان يعني يعطيها للرجل الكبير وللطفل الصغير وللمملوك فضلا عن الحر، وللبعيد فضلا عن القريب. هذه الرحمة الإنسان من الصعب جدا اليوم أن يتصورها. نعم. يعني
امتدادا لما تفضلت به في هذا المقام، لابد من هذا المقال دكتور محمد. يمكن هو إنسان، هو عليه الصلاة والسلام يعني لديه من الأوصاف والخصال الحسنة، وكما قلنا هو أطهر من وطأت قدم هذه الأرض. ما هي أوصافه عليه الصلاة والسلام الإنسانية؟ من أين نبدأ ومن أين نبدأ؟ ولك الحديث يا دكتور. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حقيقة قد كمله الله سبحانه وتعالى، كمله الله خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحسبون عدد الشعرات البيضاء في لحيته، وكانوا يصفون لنا مشيته، وكانوا يعرفون طريقة أو أكلته المفضلة، طريقة اليوم جلوسه، طريقة مشيه، طريقة نومه. هذا في 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 الأشياء اللي خلنا نقول الإنسانية اللي هي البشرية، فضلا عن الأشياء الخلقية في تعامل عليه الصلاة والسلام. القضية يعني لا تستوعبها مثل هذه الدقائق. يعني هذا الوصف الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما ذكرت هو كمال بشري، الله عز وجل لم يعطيه لأحد كما أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء. ولذلك كمله الله في كل شيء عليه الصلاة والسلام، ونزه الله حتى أراد أن يصل به درجة الكمال حتى قبل البعثة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء وصفات كان جيله في زمنه من الشباب قبل البعثة كانت أخلاق بدهية بالنسبة لهم، يعني حتى أنه لقب الصادق الأمين. الصادق الأمين، بعده عليه الصلاة والسلام عن الكذب، بعده عن الفواحش، حتى كان من يخالفه كان يأتمن أمانات لديه عليه الصلاة والسلام. صحيح. ولذلك يعني حتى الذين كذبوا ما كانوا يعني اليوم يدعون أنه كان موصوف عليه الصلاة والسلام بغير هذه الصفات الحسنة، لكن العناد والاستكبار جعلهم يمتنعون عن قبول دعوته لأسباب أخرى، الكبر، اتباع الهوى، لم يكن من نسبهم إلى آخر ذلك. أشياء كانت مبررات حقيقة نفسية مبنية على دوافع شيطانية، وما كانت أصلا هي عبارة عن تكذيب، لأنه كان في ظنهم وعقلهم أنه كان ليس صادقا عليه الصلاة والسلام وحاشا. فنقصد الكمال هذا يعني تجلى كما ذكرت، يعني منذ أن ولد إلى أن توفاه الله عز وجل، وكانت هذه الصفات الكمال البشري متحققة فيه عليه الصلاة والسلام. في تعاملاته المستمرة كانت مستمرة معه صلى الله عليه وسلم، ولذلك الكل كان يشهد له بذلك. يعني من أول موقف كان الإنسان يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن سلام لما قال: والله إنك كنت من أبغض الناس، من أبغض الوجوه لي، ولما رأيتك صرت من أحب الوجوه لي. شو اللي حول هذا الإنسان اللي كان يوم من الأيام يراه عدو المعاملة إلى أن ينقلب في طيب؟ مثل ما قلت قضية اليوم المعاملة، الصدق. كان عليه الصلاة والسلام اليوم ينظر إليهم بعين الشفقة والرحمة، ما كانت القضية اليوم حب انتقام، ولا اليوم قضية اليوم أني بس أريد أن أفرض قناعتي ورأيي، بالعكس كانت القضية حرص. يعني أضرب لك قصة يعني يمكن إحنا سمعناها كثيرا، لكن الفائدة من القصة هي ما سأذكرها الآن. الغلام اليهودي الذي كان مريضا وكان يصارع الموت، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع فيه مباشرة ذهب إليه. يعني إنسان خلاص يعني ما بيودع الدنيا مثل ما نقول إحنا. لما دخل عليه الصلاة والسلام عليه وكان أبوه عند رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يعرض عليه الإسلام، يدعوه إلى الإسلام، والغلام يطالع النبي صلى الله عليه وسلم ويطالع أبوه، يطالع النبي صلى الله عليه وسلم ويطالع أبوه، يعني في نوع من الحيرة، أسمع كلامه ولا كلامك. فكان يقول له أبوه سبحان الله، يعني حتى هذا رغم أنه عدو لكن مع ذلك قال له: أطع أبا القاسم. يعني الله لين قلبه في هذه اللحظة. الشاهد أن هذا الغلام الشاب هذا نطق بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أنه محمد رسول الله، مات. طلع النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ووجهه يقول الراوي يتهلل فرحا وسرورا ونورا، ثم قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الآن السؤال الأهم في القصة مو بقضية تلقين النبي صلى الله عليه وسلم، لا، السؤال: هذا الشاب اللي مات شنو فاد الأمة فيه؟ ترى نطق شاله ومات، شنو اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يفرح هذا الفرح، يسر هذا السرور؟ ترى ما نفع الأمة بشيء، يعني لا عاش على الأقل حتى خمس دقائق يدعو، ولا حتى يصلي، ما سوى شيء. التوحيد اي، لكن اقصد النفع المتعدي لم يتحقق على يديه، لكن انظر شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، حبه لان يموت هذا الانسان على الدين. هذا هو الحقيقة اللي ينبغي اليوم لكل الدعاة الى الله عز وجل، لكل المصلحين، كل الناس من المسلمين، لله الله عز وجل اختارنا ان نكون من اهل هذا الدين.
ينبغي أن يكون عندنا هذا الفرح والسرور لما نفرح أن إنسان دخل في هذا الدين، إنسان قبل هذه الدعوة، إنسان دخل إليه نور الإسلام، إنسان تلقن الشهادة ونطق بها. ينبغي أن يكون عندنا هذا الفرح والسرور. أنت صح هذا ما راح ينفعك في الدنيا، ما راح يعطيك فلوس، لكن أنت تنظر إليه بعين الشفقة والرحمة أن هذا الإنسان لا يخرج من هذه الحياة له قد كان من أهل الإسلام. هذه هي الرسالة كان يوصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نطق هذا اليهودي في آخر حياته الإسلام ثم نطق بهذه الشعر. لو اكتفينا دكتور بأن خلق عليه الصلاة والسلام هو القرآن، هو الدين الإسلامي، هي الشريعة الإسلامية، والدين هي معاملة لا تنفصل عن السلوك سواء في طاعات أو عبادات أو حتى تعامل مع آخرين، وقبل التعامل مع آخرين تعامل من الله عز وجل. صحيح. شمولية شريعة الإسلام لجوانب هذه الحياة، هل هي كافية ووافية لجميع هذه الجوانب؟ بارك الله فيك. هذا حقيقة يعني مسألة مهمة جدا. يمكن أنت بأول كلمتك يا عبد الله ذكرت قضية كان خلقه القرآن، هذا كلمة عائشة رضي الله عنها. نعم. لما قيل لها صفي لنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلق القرآن، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم قرآن بمعنى يمشي على الأرض بتوجيهاته كما يقولون. إنه صلى الله عليه وسلم كان في قوله وفعله وأيضا تقريراته كلها كانت تدل على ما فيها القرآن. قضية ليست ما ينطق عن الهوى. أي لذلك هو يعني لم يكن اليوم هي قضية فقط كما نقول انفصال اليوم بين قضية ما في القرآن وبين ما في الواقع. أما قضية الشمولية التي جاءت بها هذه الشريعة وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي كاملة في كل شيء. يعني اليوم من الخطأ والخلل والزلل اليوم أن يعتقد بعض الناس اليوم أنه والله هذا الدين بمنأى ومعزل عن السياسة، أو الدين بمنأى ومعزل عن الاقتصاد، أو بمنأى ومعزل عن حياة الأسرة، أو بالجانب التربوي. هذا غير صحيح. يعني لذلك اليوم كل ما يحتاج إليه الناس اليوم، يعني لذلك الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني هذا القرآن الكريم جاء بكل ما يحتاج الناس إليه. ولذلك قوم شعيب لما اعترضوا عليه ذكروا هذا المفهوم الخاطئ اللي يردد اليوم عند بعض الناس لما يقول لك والله إيش علاقة اليوم الاقتصاد بالأحكام الشرعية. مو صحيح. شوف شنو قالوا له، قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. شوفوا يعني كان يقولون ترى إيش دخل صلاتك في قضية التصرفاتنا المالية. هذه ترى يعني هذا الافتراق كان قديم ما هو جديد. اليوم اليوم أثبت الاقتصاد اليوم الإسلامي الحمد لله نجاحه، أثبت اليوم أن عصمة اليوم المجتمعات، عصمة الدول، الأمان الموجود اليوم هي برجوع لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم اللي قررها اليوم في قضية التعامل الحاكم مع دكتور كلامك على متى حتى بعض القوانين الغير ناطقة بشهادتين استمدت بعض القوانين من الشريعة الإسلامية. صح. في دساتيرها. دكتور محمد نقف قليلا مع هذا الفاصل وبإذن الله بعد الفاصل نكمل حديثنا. مشاهدين الكرام فاصل ومن ثم نواصل. أهلا بكم جديد، رجعنا نتواصل معكم مشاهدين الكرام ومساء الخير يا كويت على الهواء مباشرة. ومجددا نرحب بضيفنا وضيفكم الدكتور محمد ضاوي العسامي عضو هيئة تدريس كلية الشريعة جامعة الكويت، حياك الله مجددا يا دكتور. حياك الله يا عبد الله. دكتور امتدادا لهذا الحديث وعن مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذه الذكرى النبوية، أصول هذه الرسالة الإلهية وأثرها على النفس والحياة ومحبتنا للمصطفى عليه الصلاة والسلام كيف تكون يا دكتور؟ بارك الله فيك أخي عبد الله. حقيقة أنا أتصور أن هذه هي الثمرة الكبرى من ذكر حقيقة اليوم أي مناسبة اليوم تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلاة والسلام. ومن هذه المناسبة اليوم كيف تكون محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أجزم أنه يعني ما في واحد على وجه الأرض ينتسب لهذا الدين إلا وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى السؤال الآن كيف تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الأهم والذي يجب أن نركز عليه حقيقة اليوم، لأن هناك كما نقول طرفان وسط. يعني بعض الناس اليوم يعبر عن محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ببعض التصرفات التي لا تمت إلى تعليماته وتوجيهاته وإرشاداته ونصائحه بصلة. قضية اليوم مقابلة اليوم الإساءة بنسبة بعض اليوم الأفعال التطرفية إلى هذا الدين، أو اليوم الإساءة لهذا الدين ونسبة أن هذا هو ما علمنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم من الاعتداء على الآخرين والتعرض للدماء وغير ذلك، وهو بعد كل البعد عن الإسلام والرسالة المحمدية. يعني على المجموعة هذه أو كما نقول الفرقة هذه والطائفة هذه
أكبر رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل مع اليوم مع من أساء في حقه، حينما كان عليه الصلاة والسلام لما مر مجموعة من اليهود فقالوا السام عليك يا محمد، السام الموت، فقال وعليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، قالت لهم قالت عليكم السام والموت واللعنة، فقال يا عائشة ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا، قال ألم تسمع ما قلت، لأن قال إنما يستجاب لي ولا يستجاب لهم، لأن قالوا عليكم، هم قالوا عليك السام عليك، قالوا عليكم. شوف الآن النبي سلم كيف ذاك اليوم السب واللعن بهذه الطريقة الفجة وأحيانا بعض الكلمات البذيئة في مقابل ما يحصل الإساءات، هذا ليس مما علمنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في مقابل ذلك المؤمن مطالب بالغيرة على مقام النبوة اليوم في حق من يسيء في حقه، لكن اليوم لا سبيل إلى بيان صدق المحبة إلا بإثبات البينة كما يقولون، والدعاوى إن لم تكن لها بينات فأهلها أدعياؤه، كلنا ندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعضهم لما أنشد البيت الجميل لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه، إذن أول شيء طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هي ما يبقى ردود أفعال فقط أو إظهار حب والواقع مختلف، اليوم يحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرص اليوم على أن يقيم تعاليم الدين، يحرص على الصلاة، على بر الوالدين، يحرص على امتناع المحرمات، فعل الواجبات، هذا هو المحبة الصادقة. المحبة الصادقة اليوم في نشر سيرته وسنته وتعليم هذا لأبنائنا اليوم. اليوم ترى بالمناسبة للأسف اليوم في نوع في ظل الأجهزة الموجودة اليوم أخوي عبد الله، أصبح اليوم اهتمامات أولادنا اليوم يمكن بعضهم يكبر إلى أن يصل إلى سن الثانوي ومع ذلك لم يكلف نفسه لا الأب ولا الأم أن يعلم أولادهم اليوم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة التي هي كفيلة بتقويم سلوكهم وحياتهم وتصحيح مسار حياتهم اليوم. اليوم من أراد لأولاده النجاح، من أراد لأولاده أن يكونوا بارين، أن يكونوا أصحاب خلق، يربطهم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن القدوات السيئة التي للأسف حطمت اليوم يعني كما نقول أخلاقيات الشباب وأخلاقيات البنات، لأن بطبيعة البشر اليوم الإنسان يحب أن يقتدي، إذا ما اقتدى اليوم بالقدوة الصالحة سيقتدي بالقدوة السيئة. أكيد. وذلك الله عز وجل في آيات كثيرة أمرنا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، وقال عن الأنبياء فبهداهم اقتده، الله يأمرنا بأن نتخذ هؤلاء قدوة، لأن بالنهاية هذه القدوات التي هي كما نقول موقف من المواقف يسمعها هذا الشاب تسمع هذه البنت كفيلة بتغيير اليوم حياة الإنسان أكثر من عشرات الخطب وقراءة عشرات الكتب، لكن المشكلة إذا كان في انفكاك بينهم وبين السيرة الصادقة. هنا دكتور نقول عليه الصلاة والسلام ما بدأنا به خير من وطأت قدمه هذه الأرض، ومحبته تأتي باتباع سننه وتجنب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ينطق عن الهوى عليه أفضل الصلاة والسلام. كل الشكر دكتور محمد ضاوي العصيمي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الكويت على مشاركتك معنا وقبولك دعوتنا وفي ميزان حسناتك بإذن الله يا دكتور. الله يسلمك، حياك الله أخوي عبد الله وأشكر لكم هذه الاستضافة. حياك الله. شكرا جزيلا دكتور، وأيضا ما زال في الوقت بقية.